نجحت وساطة قبلية في إطلاق سراح 80 أسيرا خلال أسبوع في صفقات تبادل جرت بين جماعة الحوثي والجيش الوطني في محافظة مأرب. وقالت مصادر مطلعة إن صفقة التبادل جرت مع جماعة الحوثي لإطلاق سراح 40 أسيرا من أبناء محافظة مأرب كانوا أسروا قبل 4 أشهر خلال المعارك الأخيرة جنوبي المحافظة، مضيفة بأن الجيش والقبائل أطلقوا 40 أسيرا من عناصر الحوثي ممن تم أسرهم مؤخرا في المنطقة ذاتها. وأشارت إلى أن الأسر المفرج عنهم من سجون الحوثيين تم إطلاقهم خلال أسبوع على مراحل، واكتمل بعدد 40 أسيرا موزعين على مديريات جبل مراد ومدغل ومجزر والجدعان، وهي المناطق التي تشهد حاليا مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والحوثيين. ولم تشر أي مصادر رسمية في الشرعية عن هذه الصفقات التي تأتي بعد أيام من صفقة التبادل الكبيرة لأكثر من 1000 أسير بين الشرعية والحوثي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.